في الخطاب ذاته الذي اشتكى خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقديم الجيش الأمريكي مساعدات لجيوش السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، جدد الرئيس الأمريكي إشادته بنتائج قمة سنغافورة التي جمعته بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو الماضي. ترامب أشار كذلك إلى أن القمة أشاعت المودة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، وأنه في انتظار لقاء ثاني لم يحدد موعده بعد. Rocket Man is on a suicide mission for himself. من جرو مجنون وطفل سمين يهوى اللعب بالصواريخ وغيرها من الأوصاف التي وصلت حد الإهانة إلى قائد عظيم ومفاوض بارع يستحق الثناء. هكذا يتقلب لسان ترامب وتتبدل تغريداته حول الزعيم الكوري الشمالي من قدح إلى مدح. كنت قاسيا بالفعل وكذلك كان هو، ثم وقعنا في غرام بعضنا البعض. لقد كتب لي رسائل جميلة، إنها خطابات رائعة. يضحك أنصاره في هذا التجمع الشعبي بوست فرجينيا. في السياسة لا عداء دائم ولا صداقة أبدية. يطبق ترامب هذه القاعدة بحذافيرها وأحيانا بجرعات زائدة. كم من صديق حميم تحول إلى خصم لدود، كم من قرارات متضاربة هزت أركان البيت الأبيض الذي تحول إلى بيت يسكنه الرعب بحسب كتاب الخوف الذي صدر مؤخرا. كنا على شفير حرب كان يمكن أن تودي بحياة ملايين البشر. ينتظر ترامب لقاء آخر مع غريمه كيم جون أون الذي توعده في وقت سابق بالنار والغضب. خلال اللقاء التاريخي الأول الذي جمعهما في سنغافورة، تنفست شبه الجزيرة الكورية ومعها العالم السعداء بعدما أنذرت الشتائم المتبادلة بحرب نووية مدمرة. هدية ترامب إلى كيم جون أون كانت ألبوما للمطرب البريطاني إلتون جون يتضمن أغنيته الشهيرة الرجل الصاروخ. فهل يطوي الود الجديد بين الزعيمين عداء عمر طويلا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؟ أم أن أجواء عدم الثقة التي تتغذى على مزاجية الرجلين ستظل مثل جذوة تحت الرماد؟